فائق الدقة، متعدد المهام، مخادع لا تكتشفه الرادارات. إنه الصاروخ الروسي الجديد خا-59 المعروف بذبابة الخيل. قدراته التدميرية مرعبة، ونسبة الخطأ في إصابة أهدافه فقط 3 أمتار، جعلت الغرب يراه رعباً أطلقت له روسيا العنان. يندرج خا-59 أو KH-59 ضمن فئة الصواريخ التكتيكية جو أرض، ويستخدم لتدمير أهداف أرضية ثابتة وصعبة التعرف عليها رادارياً وبصرياً بسبب تضاريس الأرض. تم اختبار الصاروخ عدة مرات في أوكرانيا، حيث تسبب في تدمير منشآت خرسانية، وتسبب في أضرار بمنطقة زراعية ومستودعات في أوديسا، كما استخدم أيضاً في مدينة نيكولايف الأوكرانية. يتميز الصاروخ خا-59 بقدرات تكتيكية ممتازة ومواصفات تقنية متقدمة، حيث يمتلك منظومتي الملاحة المركبة والقيادة المستقلة. يبلغ مدى الصاروخ حوالي 290 كيلومتراً، وسرعته تتراوح بين 700 و1000 كيلومتر في الساعة. يعتبر هذا الصاروخ الروسي الشبحي أحد الأسلحة الحديثة التي تقلب موازين الحرب في أوكرانيا وتزيد من القوة العسكرية الروسية في المنطقة.